إذا كيف تلاحظوا معايا هنايا في الشاشة في هذه التلفازة، تيقول لنا الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة تلقاو اللي هو تيقول لنا الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أي حاجة تخص تتبغي تديرها أنت في الحياة تخصك تقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم. علاش؟ توكلا على الله سبحانه وتعالى، تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتتقول بسم الله الرحمن الرحيم باش يكونوا عندك حسنات. كذا تعرفوا انه تكون انه عندنا كراما حافظين اللي هما رقيب عتيد، الملائكه اللي تكتبوا الحسنات وتكتبوا السيئات. داكشي علاش بغينا ان الاعمال اللي تنديرو كلها بغيناها تكون في ميزان الحسنات ديالنا. داكشي علاش نحاول نتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم باش نخليو واحد الامر اللي هو ممكن انه هو راه عاده تنرضو عباده. مثلا عادي تقول لي من العاده ديالي انني ملي تنفيق نغسل الاسنان ديالي بالفرشاه ومعجون الاسنان. الا قلتي قبل ما تبدا الخدمه، قبل ما تبدا هذا الامر، الا قلتي بسم الله راه تتولي اش عباده وعندك فيها حسنات. علاش؟ حيت انت تتحافظ على النظافه ديال الفم ديالك. وكي تتعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لنا النظافه من الايمان، والايمان مع صاحبه في الجنه. وبالتالي اي حاجه تتديرها قول فيها بسم الله باش يكون عندك الحسنات، باش تسمى تتوكل على الله سبحانه وتعالى. مثلا ملي تتمشي تتبغي تاكل، تتاكل وفي نفس الوقت عندك الحسنات. علاش؟ حيت تقوي هذا الجسد ديالك على الطاعه اللي بغيتي تديرها من بعد. الجسد ديالك تتحاول انك تقويه باش بالماكله. داكشي علاش السنه انك تقول بسم الله وتبدا تاكل، كيف قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف قال الغلام، يا غلام قول بسم الله وكل بيمينك وكل مما يلك. اذا اول حاجه تنستفدوها من هذا من هاد الآية الأولى اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، أننا خصنا نديروها توكلا على الله سبحانه وتعالى باش يكون عندنا الحسنات. وما تنساوش قول الله سبحانه وتعالى اللي تقول لنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبالتالي أش خصك تدير؟ حياتك كلها خصها تكون لله سبحانه وتعالى. تبدا اي عمل باش بسم الله الرحمن الرحيم باش يكون في ميزان الحسنات ديالك. اذا كاين امر اخر، حاجه اخرى، اشنا هي اللي هو، واش عمركم شفتوا الاعراب ديال بسم الله الرحمن الرحيم؟ الباء حرف جر، اسمي اسم مجرور وهو مضاف، الله هذه الكلمة اللي هو الله مضاف إليه، الرحمن نعت ديال الله سبحانه وتعالى، الرحيم نعت ديال الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أش تنفهموا؟ تنفهموا أن الله سبحانه وتعالى توصف راسه تقول لنا أنه هو رحمن رحيم. وبالتالي أش؟ جميع الرسائل ديالو وجميع الميساجات ديالو اللي تصف لنا الله سبحانه وتعالى تبداها لنا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اش؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى باغي يرحمنا وتبين لنا المحبه ديالو لنا من خلال اش؟ من خلال غير هذه الجمله اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. باش تفهم اكثر تخيل معايا اللي يكون هذه الرسائل ديال الله سبحانه وتعالى اللي هو القران الكريم، الرسائل ديالو اللي تصف لنا اللي هو القران الكريم، تخيل اللي يكون بداهم لنا يقول لنا بسم الله القهار المنتقم. ياك القهار المنتقم حتى هما اسماء من اسماء الله سبحانه وتعالى وخصك تكون تتامن بهم. ولكن ما قالش لنا بسم الله القهار المنتقم، ولا يدير التوازن يقول لك بسم الله الرحمن المنتقم، يعني رحمن بالمؤمنين اللي تسمعوا الهضره ومنتقم باللي ما تسمعوش الهضره. ولكن ها انتم كيف تلاحظوا، كيف تلاحظوا في الشاشه تقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم، بمعنى تبين لنا الحب ديالو لنا وانه باغي يرحمنا. احنا اللي ما تنبغيوش وتنخليو داك الشيء اللي جا في القران الكريم وتنديروا داك الشيء اللي قال لنا دماغنا وقالت لنا
الشهوة ديالتنا. إذا بسم الله الرحمن الرحيم تبين لنا الله سبحانه وتعالى الحب ديالو لينا. كيف قلت لكم ليكون قال لنا القهار المنتقم، واش عندك شي اعتراض؟ ما عندك حتى شي اعتراض. الله سبحانه وتعالى قرآن هذا يدير فيه اللي يبغى، ولكن هو قال لك بسم الله الرحمن الرحيم بغيت نرحمكم. إذا هذا الشيء كله تنستفدوه من أش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم هو منهج ديال الحياة، منهج ديال الحياة. كيفاش منهج ديال الحياة؟ منهج ديال الحياة كيف قلنا قبيلة، أنك أي حاجة بغيتي تديرها خصك تقول فيها أش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. راه لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم من لاحظ أن جميع الآيات تتبدأ أو جميع الصور القرآن الكريم تتبدأ لنا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حتى هو أي رسالة بصفتها شي حد تكتبها تبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. باقيين عاقلين على صلح الحديبية؟ أش قال لعلي بن أبي طالب؟ قال لي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. اللي من بعد كي تعرفوا ان سهيل بن عمرو اعترض وقال لهم كتبوا داك الشيء اللي تنعرفوا. اش اللي نكتبوا؟ كتبوا باسمك اللهم. وبالتالي داك الشيء علاش حنا عندنا تتلقاك انت ملي تبغي تكتب شي رساله تقول بسم الله الرحمن الرحيم. راه هذه بسم الله الرحمن الرحيم اللي كتبتيها راه عندك فيها حسنات، وهي سنه خصنا نتبعوها. اي حاجه خصنا نقولوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم. درجة راه النبي سليمان منين بغى يصيفط واحد الرسالة لبلقيس اللي هي ملكة سبأ، أول حاجة بداها قال وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. بدا حتى هو بسم الله الرحمن الرحيم، بمعنى أن هذه راه السنة ديالتنا خصنا نبداوها. وعلاش اللي خصنا نبداو تنقولوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ باش الله سبحانه وتعالى يدير لك البركة هذاك العام اللي تتدير. اش نقصد بالبركه؟ البركه بمعنى انه تي يقدك هذاك الامر اللي تتدير، لذاك الحاجه اللي تتديرها ومازال تشيط لك الخير، او ان الله سبحانه وتعالى توفقك في هذاك العمل، او ان الله سبحانه وتعالى الا كانت شي حاجه خيبه تبعدها عليك، والا كانت شي حاجه مزيانه راه تجيبها لك. ما عمركم ما سولتوا ريوسكم علاش تنقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ملي تنبغيو ندخلوا للمرحاض؟ ملي تتبغي تدخل للمرحاض خصك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللي من بعد تتقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله الرحمن الرحيم تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتتقول لي احميني. وبطبيعه الحال اذا تطلب من الله سبحانه وتعالى انه يحميك راه خصك تكون انت في تواصل معه، بمعنى خصك تكون تتصلي. علاش لي تسمى الصلاة بالصلاة؟ لأنها صلة بين العبد وربه. خصك تكون تتصلي باش الله سبحانه وتعالى يكون في العون ديالك، ويكون في المساعدة ديالك باش يساعدك وباش يحميك. أنت بغيتي يحفظك الله سبحانه وتعالى من الجن ومن السحر ومن العين، وأنت ما تتواصلش معاه، ما تتصليش. يلا حلل وناقش، فهمت؟ سطة. بسم الله الرحمن الرحيم تنقولوها مرة أخرى ملي تنبغيو نذبحوا الخروف ديال العيد. يتخيلوا معايا هذاك الخروف ديال العيد تنذبحوه تنقولوا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذاك اللحم كاين شي حاجة من اللحم تنعلقوها تنشروها، يعني تنقدوا بها القديد والكرداس. وتتلقى مثلا أن الدبانة تجي لك من كل مرة، منين جاية؟ مرة جاية من طواليت مرحاض، مرة جاية لك من البركاسات، مرة جاية وتجي وتضحط لك على هذاك القديد والكرداس، وما زالت تبزق في هذاك القديد والكرداس. والأم تجي تتغسلو وراه تغسلو تتعيا، تبقى الجراثيم تتبقى. وتتاكلو نتايا تتغسلو تطيبو تتاكلو نتايا، وتجيك كيف تنقولو حنايا خانز وبنين، بنين وما تضركش البطن ديالك. علاش؟ حيت من الاول درتي داك الاتفاق مع الله سبحانه وتعالى وقلتي بسم الله الرحمن الرحيم. تنوليو تنفهموا بسم الله الرحمن الرحيم وثيقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وثيقة. تتقول الله سبحانه وتعالى يا الله انا راه قلت بسم الله الرحمن الرحيم، عاوني في هذا العمل.
وهو الله سبحانه وتعالى قال لك الا قلتي بسم الله الرحمن الرحيم توكلتي علي، الا توكلتي علي راه عادي عادي تلقها لك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واش باقي بيتي؟ توكل على الله سبحانه وتعالى، قول بسم الله الرحمن الرحيم تحميك من الاخطار، وفي نفس الوقت يدير لك البركه في هذيك الحاجه اللي نتايا تخدمها. اش اللي كاين من بعد بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم الف لام راء. الف لام راء المعاني او المعنى ديال هذه الكلمه الف لام تحدوا اعجاز العرب. يعني من بين الاجتهادات اللي قالوا لنا العلماء ان القران ان الله سبحانه وتعالى تتحدى العرب، تتحدى العرب وتقول لهم ان هذا القران الكريم راه تكتب به بهذه الحروف اللي تتعرفوا 28 اللي هي الف لام راء كاف هاء عين صاد الف لام ميم، نفس الحروف اللي تتعرفوا هما اللي تكتب بهم القران الكريم، وانتم ما قدرتوش انكم تجيبوا بحاله. تقول لنا الله سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لن ياتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. واخا كاع يتجمعوا الانسان والجن باش يجيبوا بحال هذا القران الكريم صعيب عليهم. اذا اعجاز العرب وتقول لهم الله سبحانه وتعالى جيبوا بحاله. كان شي بعد محاولات ديال شي بعد الكفار انهم يجيبوا بحال القران الكريم بحال من بحال مسيلمه الكذاب. واحد من الكفار مسيلمه الكذاب جا واحد النهار طلع عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له راه الثانيه راه نبي وراه يوحى الي وراه نزل علي الله سبحانه وتعالى واحد القران. هو يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يلا قول نسمع، وكان معهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو يبدا تيقول لهم مسيلمه الكذاب تقول لهم والعاجنات عجنا والخابزات خبزا، او ما تضحكوا. هو يقول لهم عاود ثاني الفيل وما ادراك ما الفيل له خرطوم طويل. هو يبدا تضحك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو يقول له والله انك تعلم انني اعلم انك تكذب. قال له والله لا الا انت يا مسيلمه انت عارف انني انا عايق بك انك تتكذب علينا، ما كنت تكتب علينا سير في حالك. لدرجة أن حتى الكفار حتى هما تعصبوا من مسيلمة الكذاب صاحبه وتعصبوا منه. علاش؟ قال لك بين لي للرسول صلى الله عليه وسلم أننا عاجزين، بين لمحمد أننا عاجزين على أننا نجيبوا بحال القرآن الكريم. قالوا لي يكون يسكتي ويكون يسكتي حسن، لاش مشيتي كاع تقول لهم واش هذا القرآن؟ هذا القرآن هذاك حتى الشعر ما يجي حداه بشويه وساك يجي بحال القران الكريم. اذا تقول لنا الله سبحانه وتعالى الف لام راء، انتم اش اللي تحفظوا؟ حروف متقطعه لا يعرف معناها الا الله سبحانه وتعالى. الف لام راء تلك، تلك اسم اشاره لاش القران الكريم. تلك ايات الكتاب المبين، تلك هادو مثلا الايات تنسميهم بالايات ما تنسميهمش بالجمل. الجمل في القران الكريم تتسمى الايات ما تتسماش الجمل. تلك ايات ديالاش ديال القران الكريم.
تلك آيات الكتاب المبين. الكتاب، علاش لقى الله سبحانه وتعالى الكتاب؟ بمعنى أنه من بعد راه عادي تكتب، من بعد بغيت تكتب وبيتجمع في القرآن. هاد الآيات اللي كاينين في الكتاب باينين، باينين المعاني، أي واحد تقرأ تعرف الحلال وتعرف الحرام، بمعنى باين. تلك آيات الكتاب المبين، المبين في الأحكام، باين الأحكام ديال الحلال والحرام، مباح إلى غير ذلك. تلك آيات الكتاب المبين. إن تقول لنا الله سبحانه وتعالى، إن تعظيم الذات ديالو الإلهية سبحانه وتعالى، إن أنزلناه قرآنا عربيا، إن أنزلناه، تقول الله سبحانه وتعالى لمحمد والمسلمين والكفار، راه القرآن الكريم راه كلام الله ماشي هو تأليف ديال محمد صلى الله عليه وسلم. داكشي علاش قال لك إن أنزلناه، أنزلناه قرآنا، قرآنا يعني خصك تقرأ، دير واحد شويه ديال الوقت انك تبدا تقرا القران الكريم، خصو تقرا. ان انزلناه قرانا عربيا، اللغه العربيه، واش انت يا معتز باللغه العربيه؟ فرحان باللغه العربيه ومعتز بها؟ ولا تكون تهضر مع شي واحد وتتبغي تخرج شي كلمه بالفرنسي ولا الانجليزيه باش تبين انك واعر؟ اعتز باللغه العربيه. ها هو الله سبحانه وتعالى جعل النبي ديال اخر الزمن عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، بمعنى الله سبحانه وتعالى هو تعتز باللغة العربية، واعتز بها أنت. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. علاش؟ القرآن باين مبين وعربي باش تفهموا، لعلكم تعقلون، تخدموا عقلكم، التعقل تخدموا العقل ديالكم وشوفوا اش اللي تصلح ليكم من الحاجة الزوينة ومن الحاجة الخيبة. تقول لنا من بعد الله سبحانه وتعالى، نحن نقص عليك أحسن القصص. حتى هذه نحن نقص، تتبين لنا أن القرآن الكريم، أو تأكد لنا الله سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم راه منزل من عنده. نحن اللي هو الله سبحانه وتعالى نقص، نحكي ونروي لك يا محمد، نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص بمعنى أفضلها وأحسنها وإلى غير ذلك، وبالتالي علينا أن نهتم بها، علينا أن نوليها أحسن اهتمام، حيت هي أحسن قصص خصنا نوليها أحسن اهتمام. واش هذا تعني أن القصص الأخرين ما خصناش نقراوهم حرام؟ لا، ما تعنيش أنهم حرام، ولكن من باب أولى أننا نسبقوا القصص ديال القرآن الكريم. بمعنى لا يعقل أنك نتايا ما تكونش عارف شكون هو النبي اللي جا ملك الموت باش ياخذ ليه الروح ديالو، وضرب النبي ملك الموت حتى فرق عليه العين ديالو، فقأ عين ملك الموت. ما عرفتيش ها اللي قلنا. واش هادشي تعني ان لا بوا تامغفاي ولي دغني جو غدا كونداني و لونتيغون واش حرام؟ لا، ما تعنيش انهم حرام، قراهم، ولكن من باب اولى خصنا نقراو القصص ديالنا، ديال القصص الانبياء، ديال القرآن الكريم، تكون تايا عندك معلومات عليهم مزيان. إذا تقول لنا الله سبحانه وتعالى، نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني أنك تعطي واحد القيمة للقصص ديال القرآن الكريم. عرفتي اش كان وقع في العهد ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وهو خارج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تتفقد الأحوال ديال الناس، هو يلقى واحد مجموعة ديال الناس متجمعين على واحد الرجل، هو يمشي تيجري تيشوف يكشي بس ما كاين، اش كاين تمايا؟ لقى واحد الراجل تعاود لهم شي قصص، واحد الراجل مشى للفرس ولا بعض الروم وجاب واحد القصص سميتو قصص دانيان. اشني قصص دانيان؟ قصص دانيان بحال الا قلتي قصص ديال الف ليله وليله. عمرك سمعتي بقصص الف ليله وليله؟ كل مره حكايه في شكل بحال هكاك قصص دانيان، وجمع المسلمين وبدا قاعد اش تعاود لهم هذيك القصص وتحكي لهم القصص ديال دانيال. عرفتي اش دار لي عمر بن الخطاب؟ شدو من حوايجو، هو يرميه في الارض، هو يدير ركبتو على صدرو، هو يضربو، هو يقول ليه واش نتايا عندك العقل ولا لا؟ راه من باب اولى راه بغيتي تبدا لهم بالقصص ديال القران الكريم. قال ليه عمر بن الخطاب،
أو تترك القصص التي قال فيها الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. وجاي قاعد تتعاود لهم هذا الشيء. هو يقول له الراجل اسمح لي، قال لي عمر بن الخطاب المهم انت انا راه تنفكرك انت راه عزيز عليا، يعني الضرب ماشي تضربهم انه ما حملهمش، لا تحاول يفيقهم ويوقظهم. ومع العلم ان عمر بن الخطاب كان عزيز على الصحابه، عمر بن الخطاب هو اللي واحد النهار من تولى الخلافه قال للصحابه قال لهم ماذا تفعلون ما تفعلون ان ملت الى الدنيا هكذا. قالوا لي الصحابه إذا رأيناك ملت إلى الدنيا هكذا قابلنا رأسك بسيوفنا هكذا. ديريكت قابلنا رأسك بسيوفنا هذا. بمعنى أش تقول لهم أنا إلا أخطأت خصموا عليا وفيقوني وقضوني، وتا أنا كذا ومثال غادي نحاول ما أمكن أنني حتى أنا نفيقكم ونقضكم ورا المحبة راه تبت بيناتنا. إذا تقول لنا الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، استفدنا من هذه أننا خصنا نهتموا شوية بقصص القرآن الكريم. اهتموا بقصص القرآن الكريم. باش حتى إلا سألتوا شي سؤال في الدين ديالكم تكونوا عارفين باش تدافعوا على الدين ديالكم. أراه دروك وسائل التواصل الاجتماعي حشومة، أنك أنت مثلا تتلقى مع شي ملحد ولا تتلقى مع شي يهودي ولا نصراني ولا فرنسي ولا انجليزي ولا ويسولك على شي حاجه في دينك انت وتقول ليه ما عرفتيش. حشومه كونوا انتم ني الدعاه. ياك من بعد في سوره يوسف ياك عاقلين سوره يوسف من بعد اش يقول الله سبحانه وتعالى؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، يعني على علم، انا ومن اتبعني. بمعنى حتى حنايا من الاتباع ديال محمد صلى الله عليه وسلم خصنا ندعو لله سبحانه وتعالى. وماشي بالضروره هي انا مثلا حيت استاذ ديال التربيه الاسلاميه ولا الفقيه ديال الجامع هو اللي خصو يدعي للدين الاسلامي، راه حتى انت يا مسؤول. تيقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه، واخا هي معلومه انت متاكد منها وعارفها بلغها قولها للناس. عرفتي ان الصلاه مزيانه بارك عليك غير هادي، الى اي واحد شتي ما تصلي قلتي ليه صلي، عرفتي شحال الاجر بيكون عندك ديال الناس اللي ولاو تصلوا من بعد ما نتايا قلتيها لهم. تيقول لنا الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك يا محمد احسن القصص، احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. هذه المره قال القران ما قالش الكتاب، قبيله قال الكتاب، يعني خصو يتكتب دروك القران خصو يتقرا. انا انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون. اذا تقول لنا الله سبحانه وتعالى بما اوحينا اليك هذا القران، اوحينا لك هذا القران وان كنت من قبله قبل ما يتوحى لك هذا القران الكريم كيف كنتي؟ كنت من الغافلين. من الغافلين بمعنى انك انت يا كنتي ما كانش في راسك هذه المعلومات. وان كنت من قبله لمن الغافلين، ما كنتش عارف هذه الامور. اذ قال يوسف لابيه، اذا هيا تبدا لنا القصة ديال سورة يوسف عليه السلام، قصة ديال يوسف عليه السلام. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، مشى لعند باه تتشاور معاه، تقول لي يا أبتي راه شفت إني رأيت الرؤيا راه بوحدة، الرؤيا بوحدة، كاين فرق بين الرؤيا وبين الحلم وبين الحديث الخاطر. عندكم لا في الامتحان الجهوي تقولوا لهم الرؤيا هو الحلم، صفر ديريكت. تقول لهم الرؤية هو الحلم، صفر ديريكت. علاش؟ لأن الحلم من الشيطان والرؤية من الله سبحانه وتعالى. وشنو هو حديث الخاطر؟ إذا نشرح لكم حديث الخاطر، الحاجة اللي تتعود تفكر فيها تتحلمها. يعني ملي تيجي لعندك مثلا شي واحد تيقول لك تتقول لك مثلا شي بنت راه حلمت راسي تتزوج، وتتقول لها واش جاوك الخطاب؟ لا ما جاونيش الخطاب. اذا هذه رؤيا، جاوك الخطاب ولا انت تتفكري في هذا الامر، اذا هذا راه حديث الخاطر، حديث تتهضر فيه مع راسك وتتشوفه في المنام ديالك. بحال مثلا شحال من واحد تكون تتمنى انه يكون عنده شي طوموبيله واعره ولا شي موتور واعر تي ماكس، تحلم انه راكب على هذاك التي ماكس وما مخلي المدينه حتى شي بلاصه
المدينه كلها كاع تدور فيها بالتيماتيك. اش يكون هذا؟ حديث الخاطئ، ولا بحال داك الدري الصغور اللي تتلقاه تمشي للسوق، ماما مثلا ما عندهاش الفلوس باش انها تشري ليه شي حاجه، تتلقاه في الليل تينعس وتيحلم تيشوف انه تياكل هذيك الحاجه اللي ماما ما قدرش انها تشريها ليه، ولا ما بغاش انها تشريها ليه حيت ممكن هذه تضره. هذا تيتسمى حديث الخاطر. صافي مزيان، نمشيو للحلم. الحلم تيكون مزعج. الحلم ما قدرش عليك الشيطان بنهار حيت كنتي مخدم عقلك، تيجي لك بالليل باش يبدا تينكد عليك، باش يبدا تفقس فيك، تيولي تصور لك انه تابعينك الكلاب، تابعينك الشفاره، كاع تتنقز من دار لدار، وتابعينك الشفاره وتتنقز من دار لدار حتى تتبغي تطيح. المهم انه تيكون دائما خايب، تيبغي يفقسك بصفه نهائيه، صفه عامه. الرؤيا هذا تبشير من الله. يعني اش بغيتي تقولي لهم في الامتحان الجاوي الا قالوا لكم اعطوني التعريف ديال الرؤيا، بغيتي تقول لهم ما يراه الانسان في منامه تبشيرا من الله. شتي تشوف راسك كاع داخل جهنم افقتي، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى تيحذرك وتيقول لك واجمع راسك، راه الا فتحت حتى بقيتي على هاد الشكل هكا، راه بيكون المصير ديالك هو جهنم، اجمع راسك. وبالتالي داكشي علاش ملي تنفيقوا الصباح تنقولوا الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. الحمد لله اللي حيانا اعطانا واحد الفرصه اخرى باش اننا حنا نغيروا من ريوسنا، نغيروا من نفوسنا، نتوبوا نستغفروا الله سبحانه وتعالى ونكثروا من الحسنات باش نغيروا نبدلوا من ريوسنا. الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. اليه النشور بمعنى عادي يحاسبنا في اليوم الاخر. وبالتالي اش خصنا نديرو؟ نحاولوا نكثروا من التوبه والاستغفار والحسنات يذهبنا السيئات. اذا هذا هو التعريف ديال الرؤيا، ما يراه الانسان في منامه تبشيرا من الله. باش نعرفوا انها رؤيا، تنعرفوا انها رؤيا انها اول حاجه تتكرر، مزيان تتكرر. ثاني حاجة تكون فيها واحد الرسالة توصلها لك الله سبحانه وتعالى. شتي مثلا إلا شفتي في المنام ديالك أن واحد ميت، تيجي تقول لك خصك تدير هكا، راه هذيك رؤية. تتلقى مثلا جدك ولا جدك مات منيمتا، وتيجي تقول لك في المنام ديالك تقول لك راه خصك تدير هادي. إيوا راه إلا فقتي خصك تديرها. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنت حيت عزيز عليه، انت حيت عزيزه عليه، داكشي علاش اللي رسل لك الروح ديال واحد تتعرفو، واحد عزيز عليك تتعرفو وتوجهك تيقول لك دير هذا الامر راه فيه خير لك بزاف. اذا هذه هي الرؤيه. تنعرفوها كذلك بالبياض بالخضره، وكيف قلنا احسن او اكثر حاجه تنعرفو ان راه رؤيه تكون واحد الرساله تترسل لك وتتعقل عليها، تتعقل على هذيك الرؤيه اش اللي فيها. إذا تيقول يوسف عليه السلام لباه يعقوب عليه السلام إني رأيت، راه شفت، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. غادي تقول لي 11 كوكب اللي هما الإخوة ديال يوسف عليه السلام. والشمس والقمر، الشمس هو باه، القمر الخالة ديالو ماشي أمو، حيت أمو كانت هذيك الوقيتة ميتة. يوسف عليه السلام كبر يتيمة الأم. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ساجدين بمعنى أنه بيكون عنده واحد القيمة كبيرة في الحياة من بعد. قال يا بني، يعني شكون هو هذا؟ يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام قال لولده لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. تعطيه اش؟ نصيحه. تقول ما تعاودش هذه الرؤيه ديالك لخوتك، اراه عاد حيت راه مفهومه باينه انه انت بيكون عندك واحد القيمه كبيره، ويوليو اش؟ يوليو يحسدوك، ويوليو يدبروا لك شي حاجه اللي ينتقموا منك فيها ولا يؤذيوك بها. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك
فيكيد لك كيدا. إن الشيطان يكيد بمعنى يدبر لك أمرا لكي يتخلص منك أو لكي يقتلك. يكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الشيطان عادي بدا توسوس لهم وبداتي تقول لهم راه هو أحسن منكم وبيدي لكم النبوة وبيدي لكم وبيدي لكم. قتلوه، عدو مبين. وتقول لنا الله سبحانه وتعالى: وكذلك يجتبيك يا يوسف، تجتبيك تصطفيك تختارك الله سبحانه وتعالى. إذن يجتبيك بمعنى يختارك ويصطفيك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث بمعنى تفسير وتعبير الرؤى. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، تكمل النعم ديالو سبحانه وتعالى، تكمل النعم ديالو على آل يعقوب وعلى السلالة ديال يعقوب عليه السلام. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. أشني آل؟ آل كبحال إلا قلتي أسرة. آل يعقوب بمعنى أسرة يعقوب. داكشي علاش نقولوا مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد أسرة محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أسرة إبراهيم، العائلة ديال إبراهيم ديال محمد صلى الله عليه وسلم ديال يعقوب عليه السلام، وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. إذن إبراهيم وإسحاق حاولوا أنكم تحفظوا سلسلة آباء يوسف عليه السلام. شنو هي السلسلة ديال الآباء ديال يوسف عليه السلام؟ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. نعاود: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. هذه هي السلسلة ديال الآباء ديال يوسف عليه السلام، وكانوا عطوها في واحد الامتحان الجهوي سهل حفظوها. يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. إن ربك عليم حكيم. عليم، عارف الله سبحانه وتعالى اش اللي غادي يوقع لك يا يوسف. وحكيم بمعنى ان هذاك الامر او هذيك الامور اللي غادي توقع لك يا يوسف راه الله سبحانه وتعالى عنده فيها حكمة. عارف الله سبحانه وتعالى اش اللي تيدير، وهذاك الشيء اللي تيكتبه علينا الله سبحانه وتعالى فيه حكمة. إذا وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذا كانت في هذه قصة يوسف عليه السلام آيات بمعنى معجزة للسائلين، بمعنى أن كفار قريش كانوا بغاو أنهم يثبتوا أن محمد صلى الله عليه وسلم راه كذاب. داك الشيء علاش أش داروا؟ مشاو لعند اليهود اللي كاينين في المدينة المنورة، مشاو لعند اليهود وقالوا لهم عطونا شي سؤال أو أسئلة اللي صعيبة اللي ما يعرفها غير شي واحد يكون نبي. وعلاش اللي بغيتوا هاد الأسئلة؟ بغينا هاد الأسئلة باش نثبتوا ونبينوا أن محمد، كاين عندنا واحد الراجل سميتو محمد، بغينا نبينوا أنه راه غير كذاب، أنه هو راه ماشي نبي وماشي تيوحى ليه. داكشي علاش قالوا ليهم سيروا وسولوهم هاد جوج ديال الأسئلة، سيروا وسولوه هاد جوج ديال الأسئلة، إلا جاوبكم راه هو نبي، إلا ما جاوبكمش راه هو راه ما نبي ما والو، راه تكذب عليكم. وهاد الأسئلة هي: ماذا حدث بين يوسف وإخوته؟ ولماذا هاجر آل يعقوب من الشام إلى مصر؟ بمعنى سبب من أسباب نزول سورة يوسف إجابة على أسئلة كفار قريش الذين ذهبوا إلى اليهود وأتوا من عندهم بأسئلة. وهذه الأسئلة منين جابوهم هما أصلا اليهود؟ منين جابوا هذه الأسئلة؟ جابوهم من عيسى عليه السلام. دروك عيسى عليه السلام كان عنده أتباع أمنوا به بأنه هو نبي ديال الله سبحانه وتعالى، بدا تعطي لهم معلومات من ديك المعلومات اللي توحي له الله سبحانه وتعالى، اللي من بينها يوسف اش اللي وقع ليه مع الاخوه ديالو وعلاش اللي هاجروا من الشام الى مصر. وهذوك دوك الاتباع المؤمنين ديال عيسى عليه السلام، منين الله سبحانه وتعالى رفع عيسى عليه السلام،
هذوك الاتباع ولاو عندهم تلاميذ، هذوك التلاميذ قراوهم شكون دوك الاتباع، هذوك الاتباع عطاو دوك المعلومات لهذوك التلاميذ، هذوك التلاميذ ولاو حتى هما اساتذه وقراو وعطاو دوك المعلومات للتلاميذ الاخرين، وهذوك التلاميذ الاخرين ولاو حتى هما اساتذه وعطاو المعلومات للتلاميذ ديالهم، وغادين هكاك على حسب العصر على حسب العصور وعلى حسب الزمن، غادي هكاك 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 حتى وصلنا للعهد ديال محمد صلى الله عليه وسلم. جاو كفار قريش لعند هاد اليهود وقالوا لهم اعطونا شي اسئله باش نثبتوا ان واحد الراجل عندنا راه غير كذاب ماشي نبي. داكشي علاش اللي عطاهم هاد جوج الاسئله، قالوا لهم سيروا سولوه قولوا ليه ماذا جرى بين يوسف واخوته، ولماذا هاجر آل يعقوب، آل يعقوب قلنا هي أسرة ديال يعقوب، ولماذا هاجر آل يعقوب من الشام إلى مصر. هما يقولوا لهم كفار قريش وأش اللي وقع بين يوسف وإخوتي وعلاش اللي هاجروا من الشام إلى مصر، قالوا لهم سيروا تو كان تجيبوا لنا المعلومات واش هذاك الراجل واش عرف ولا لا، حتى حنا ربنا نعرفه واش هو نبي ولا لا. إذا هذا هو اللي تتهضر عليه هذه الآية السابعة اللي تقول لنا فيها الله سبحانه وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات معجزات، وكذلك تنستفدوا منهم القيم والعبر والأحكام التكليفية من هذه الصور. الغاية من إنزال سورة يوسف، كاين غايات أخرى اللي من بينها تخفيفا على الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الحزن. الرسول صلى الله عليه وسلم داز عليه واحد العام تتسمى بعام الحزن، وعلاش علاش تسمى هذاك العام بعام الحزن؟ حيت كان فيه نت الرسول صلى الله عليه وسلم عانى فيه بزاف. اول معاناه وهو انه من لاحظ ان كفار قريش ما بغاوش يامنوا به وبالتوحيد وما بغاوش يوحدوا بالله سبحانه وتعالى، مشى للطائف. قبل ما يوصل صلى الله عليه وسلم للطائف كانوا كفار قريش رسلوا واحد عم الرسول صلى الله عليه وسلم، مشى وقال لاصحاب الطائف لاهل الطائف قبيله الطائف قال لهم راه بغى يجي لعندكم واحد الراجل راه ولد خويا راه غير كذاب ما تيقوش دبروا راسكم معاه ضربوه قتلوه دبروا راسكم معاه. اش اللي داروا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ خلاوه صلى الله عليه وسلم حتى وصل النصف ديال القبيله، هما يخرجوا دوك الحمقين عندهم في القبيله وخرجوا شي وحدين من العيالات والاطفال والرجال وبداو تزفوا على محمد صلى الله عليه وسلم، بداو تزفوا على محمد صلى الله عليه وسلم درجات حتى خرج ليه الدم من راسه. علاش هذا الشيء كله؟ غير حيت هو باغيهم يوحدوا الله سبحانه وتعالى وباغي يخرجهم من الظلمات الى النور. شفتوا شحال دار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وفي الاخر تتلقى شي بعض التلاميذ اللي هي الصلاه ما تحافظ عليها وما تصليش، قاعد شي دار الرسول صلى الله عليه وسلم وكثر باش يوصل لك الدين الاسلامي. اش درتي نتايا؟ حافظتي على الدين الاسلامي؟ حافظتي على الصلاه ديالك؟ اش اخر وقع على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا عام الحزن اللي وقع على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهو ان كفار قريش اتفقوا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، قال لك غادي نخرجوهم من القبيله، وبالفعل خرجوهم من القبيله. هو يمشي الرسول صلى الله عليه وسلم والاتباع ديالو مشاو لواحد المنطقه لواحد الوادي قريب من اش؟ قريب من كفار من قريش، قريب من قريش. ثم يبقوا وشنو هو الاتفاق اللي داروا كفار قريش بيناتهم؟ قال لك عاد نجريو عليهم ما نبيعوش ليهم شي حاجه وما نشريوش من عندهم، ما نتزوجوش من عندهم وما يتزوجوش من عندنا، خليهم تمايا. هما منين حاصرهم تمايا في هذاك الشعب في هذاك السهل لدرجه ان المسلمين ما بقاوش لقاو ما ياكلوا، ما لقاوش ما ياكلوا، لدرجه ان بعض المسلمين قال لك صار خروجنا كخروج البهائم، بمعنى صار غائطهم بحالو بحال البهائم. علاش؟ حيت ولاو تياكلوا غير داك الربيع اللي تلقاو في الزنقه باش يحافظوا على ريوسهم ويحافظوا على النفس ديالهم، ما تزهقش ليهم النفس ديالهم ما يموتش لهذ الدرجه. وشكون اللي تاثر بقوه وبشده بهذا الحصار؟ اللي تاثر بقوه وبشده هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها. خديجة اللي انتم تتعرفوا انها كان في العمر ديالها 40 عام من تزوجت بالرسول صلى الله عليه وسلم اللي العمر دياله هو 25 عام. دروك الرسول صلى الله عليه وسلم راه تبعت
والرسول صلى الله عليه وسلم تبعت النبوة على شحال السن؟ على 40 سنة. وبالتالي خديجة رضي الله عنها راه ولا العمر ديالها كبير، ما قدرتش انه بسبب كبر السن ديالها انها تحمل الجوع، ما تاكلش. داك الشيء علاش اش اللي وقع عليها؟ هي في سكرات الموت، دروك هي في سكرات الموت، وتي انزل جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم وتيقول ليه: يا رسول الله اقرئ زوجتك من الله السلام. قول الزوجة ديالك خديجة رضي الله عنها راه الله سبحانه وتعالى راه تيسلم عليها وتقول لها: سيحل عليك السلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغ هذه المعلومة للزوجة ديالو خديجة رضي الله عنها، هي تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت السلام. إذن اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه هي العبارة الصحيحة اللي قالتها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. خليوني من شي بعض الناس اللي ما قاريش هذه العبارة الصحيحة كيفاش تتنطق، تقول لك: اللهم أنت السلام وإليك السلام. كيفاش إليك السلام؟ ما كايناش شي رسمتها إليك السلام. شكون اللي بيحل السلام على الله سبحانه وتعالى؟ اللي شي بعض الناس يقول لك: إليك السلام. لا، ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. هو يقول جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم: أبشر زوجتك من الله، قل لها راه الله سبحانه وتعالى تبشرك بواحد القصر في الجنة من لؤلؤ، من القصب، من اللؤلؤ، من اللؤلؤ. هي تفرح أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، مات على الإسلام الحمد لله، مات اللي كانت تتعاون الرسول صلى الله عليه وسلم، عاونته ماديا ومعنويا. مات الزوجة اللي كانت عزيزة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عزيزة على الرسول صلى الله عليه وسلم. مات الزوجة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم من ينزل من غار حراء وهو مخلوع وهو فيه الخوف وتترعد، تقول لها: غطيني غطيني، وغطاته وخلاته حتى هدأ منه الخوف، حتى تحيد منه الخوف. هي تقول له: ما لك يا محمد؟ هو يقول لها: راه طيب لي واحد المخلوق جديد ما عرفتوش اش يكون. هي تقول له: ما تخافش، انت راه الضيف، راه تتكرم تكرم الضيف، وتعين الناس على نوائب الدهر، تتعاون مع الناس. وبدات تقول لي امور كثيره زوينه تيديرها مع الناس. قال لي: الله ما عادش يخزيك، لن يخزيك الله ابدا. وهي تقول لي: غدا ان شاء الله عادي نديك عند ولد عمي اللي هو ورقه بن نوفل، هو عادي يقول لك واش هذاك، واش يكون جني ولا ملك. من مشى عند الغد ليل عند ورقه بن نوفل، هو يقول ليه، بدات توصف ليه الملك جبريل عليه السلام، ويقول لي: هذا الناموس، بمعنى هذا الملك الذي أتاك هو نفسه الذي كان ينزل على عيسى، بمعنى أنك أنت نبي، وأنت سيخرجك قومك من القرية. هو يقول محمد صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل: أو مخرجيهم؟ قال له: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. عادي يوليو عندك اعداء بزاف، هما تيشوفوا غير المصالح ديالهم الشخصيه، الزعامه، الفلوس، نصبوا الاحتيال، تنصبوا على العرب وتدوا لهم فلوسهم، عادي يكونوا اعداء ديالك. وهو يقول لي: امل ان اكون على قيد الحياه حين يخرجك فانصرك. داكشي علاش يقول شي بعض المفسرون ان هاد ورقه بن نوفل راه مسلم، علاش؟ حيت هو امن بالرسول، امن به نبي رسول قبل كاع ما يتاكد محمد صلى الله عليه وسلم انه نبي. اذا سبب من اسباب تسميه هذا العام بعام الحزن وهو موت اعز الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي خديجه رضي الله عنها، اللي كي قلنا ساعدته ماديا ومعنويا. علاش تسمى كذلك عام الحزن؟ حيت منين تفك هذا الحصار على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ورجع صلى الله عليه وسلم القبيلة القريش، لقى عمه سكرات الموت. والمشكلة أن عمه كافر،
وهو تيقول لي مشى لعند عمو تيقول لي يا عمه قل ولو كلمه اشفع لك بها عند الله سبحانه وتعالى، قول شي كلمه، قول لي راه انا تنامن بداك الشيء اللي تيامن به ولد خويا، قول انا راه تنامن بهاد الشيء اللي جا به محمد صلى الله عليه وسلم، اللي جا به محمد، قول لا اله الا الله محمد رسول الله، قول لي شي كلمه اللي نشفع لك اللي نطلب لك بها الله سبحانه وتعالى. ولكن في هذيك الوقيته كان اشراف قريش كاينين معاهم في المجلس وقاعدين تيهضروا تيقولوا لابو طالب تيقولوا ليه او تترك دينك ودين ابائك واجدادك وتتبع هذا الدين الجديد، ويحق لا تفعل لا تفعل، ولا داو عليه بالهضره حتى مات وهو كافر. مني مات وهو كافر حزن صلى الله عليه وسلم بزاف، حزن وبدا تدعي تدعي العم ديالو، حزن وبدا تدعي العم ديالو الله سبحانه وتعالى وتقول الله يا ربي ارحمني يا عمي يا ربي رور لي لاواني، الم يجدك يتيما فاوى، راه اواني جدي عبد المطلب ونبعدو هذا عمي ابو طالب، هو ابو طالب اللي واحد النهار تخرج في التجاره ابو طالب وكان معاه محمد صلى الله عليه وسلم، دا معاه محمد صلى الله عليه وسلم باقي صغير وما داش معاه حتى شي ابن من الابناء ديالو، علاش؟ حيت قال لك هذا مسؤوليه، محمد صلى الله عليه وسلم محمد راه مسؤوليه، راه انا اللي تنأويه، راه انا اللي متكفل به، الا وقعت ليه شي حاجه وانا ما كاينش وداه معاه غادي حتى وصلوا للقبيله اللي بغا يشرو من هذيك البضاعه، هو يجي واحد اليهودي شاف محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له رجع هاد الطفل، راه هذا راه نبي وراه غادي يجيو اليهود غادي يبغوا يتاكدوا واش ظهر نبي اخر الزمان ولا لا، ويلقاوه عربي غادي يقتلوه. بمعنى ان ابا طالب راه كان عارف ان محمد صلى الله عليه وسلم راه نبي ومات على الكفر، وكي قلنا تطلب الله انه يسمح لعمه وانه يدخل الجنه حتى نزلت الايه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو يقول جبريل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم عمك في جهنم، ليس في قعر جهنم ولكن في جنبات جهنم، في مكان اسمه ضحضاح، اسفل قدميه جمرتين والدماغ يغلي اقل عذاب، هو ديال العم ديال محمد صلى الله عليه وسلم، تحت القدمين جمرتين والدماغ تغلي، يعني من القدمين وغادية السخونية حتى الدماغ تغلي تغلي أخف عذاب. سبب آخر من نزول سورة يوسف اللي هو تأكيد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تقول لنا محمد تقول لنا الله سبحانه وتعالى من بعد ما كان حديثا يفترى، هذا القرآن الكريم ما كان حديثا مكذوب ولكن تصديق الذي بين يديه، تصديق أن محمد صلى الله عليه وسلم راه نبي. سبب آخر من أسباب نزول سورة يوسف ولا الغاية من نزول سورة يوسف وهو أننا نستفد منها القيم والعبر والأحكام التكليفية لعلكم تعقلون وإرشاد الناس إلى الخير. إذا نرجع لكم نعاود تاني نشوف معكم أسباب نزول سورة يوسف. السبب الرئيس تخفيف، السبب الرئيس هو إجابة على أسئلة كفار قريش، ماذا جرى بين يوسف وإخوته ولماذا هاجر يعقوب من الشام إلى مصر. سبب ثاني تخفيف على الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الحزن. سبب ثالث وهو تأكيد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. سبب الرابع والأخير وهو أن نستفيد منها القيم والعبر والأحكام التكليفية. تقول لنا الله سبحانه وتعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، شكون هما هذو اللي تهضروا الإخوة، تقولوا لا يوسف وتقولوا لك لا يوسف واللام هنايا لام القسم، بمعنى والله لا حتى يوسف وخوه بنيامين أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، حنا عصبة جماعة، إن أبانا لفي ضلال مبين، أبانا كاين في واحد التيه، كاين في واحد تمييز هو كاع ما عايق به، ما عارفش انه راه تيدير تمييز بين اش؟ بين الاخوه. ان ابانا لفي ضلال مبين، وشنو الحل اللي لقاو الاخوه؟ قال لك اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، اقتلوا يوسف هذه باينه، اطرحوه ارضا بمعنى القوه في ارض بعيده لا يعرف كيف يعود الى القبيله الى المنزل، حيث هو اصلا يوسف عليه السلام ما كانش تيخرج من القبيله، داكشي علاش الى داوه لشي بلاصه ما عادش يعرف كيفاش يرجع للقبيله. اذا انت الحل اللي لقاو الاخوه
وهو انهم تقولوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم، بمعنى وجه الاب ديالنا ما عادش يبقى عامر بيوسف واخيه، عادي اش عادي يولي تيشوف فينا حتى حنايا. يخلو لكم وجه ابيكم، عادي يولي تيهتم بينا حتى حنايا. يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، وراه عادي من بعد عادي تولوا صالحين، عادي تتوبوا لله سبحانه وتعالى، وراه عادي يسمح لكم وعادي تولوا صالحين، وعادي يولي الاب حتى هو عادي يسمح لكم وعادي يولي يتعامل معكم معامله حسنه. وهذا خطا، خطا ان الانسان يقول مع راسه ندير هاد ماشي مشكل، حيت من بعد راه غادي نطلب من الله يسمح لي، راه الله غفور رحيم. شكون اللي قالها لك؟ شكون اللي قال لك بالما راه الله عادي يطول لك في العمر حتى توب، حتى توب ليه؟ يا ويلا خدا لك الروح ديالكم هي تتقوم بهذاك الذنب، مشيتي تتولي سوء خاتمه، تتولي الخلاصه ديال الحياه ديالك هذاك الشيء اللي متي عليه سوء خاتمه. داك الشيء علاش هذه راه قاعده خاطئه، ان الانسان تيقول لك لا ماشي مشكل ندير الذنب راه عادي يتوب عليا الله، عادي نطلب الله انه يسمح لي وعادي يتوب عليا، لا خاطئ. وتكون من بعدي قوما صالحين، لا هذه فكره خاطئه. نتمين قال قائل منهم، واحد منهم قال لك لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابات الجب، القوه بمعنى ارموه في البئر، غيابات عادي تغيب الصوره ويغيب حتى الهضره، غيابات الجب، الجب بمعنى البئر، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، السيارة بمعنى اش؟ بمعنى القافلة، يلتقطه بعض السيارة وعادي يديوه معاهم فين غاديين وعادي نتهنى ونرتاحوا منه. إذا تيقول لنا الله سبحانه وتعالى قالوا يا أبانا، إذا دروك الإخوة مشاو وتحاولوا اش؟ أنهم يقنعوا بهم أنه صفت معهم يوسف عليه السلام. قالوا يا أبانا مالك، شحال من مرة نقول لك أنتوا معنا يوسف وأنت ما بغيتيش. قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا، ما ديرش فينا الثقة على يوسف وإنا له لناصحون، عادي نصحوه ما تخافش، أرسله معنا يرتع ويلعب، يرتع بمعنى تتنزه وتشوف المناظر الزوينة، ويلعب تيلعب، وإنا له لحافظون، عادي نحافظوا عليه. قال إني لا يحزنني، قال لهم الأب تحزني، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إذا أعطاهم جوج ديال الأعذار، العذر الأول قال لهم قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، بمعنى عادي نبقى في كآبة وفي حزن بوحدي، حيت راه هذا يوسف وخوه هما اللي تيملؤوا لي الوقت ديالي، هما مع من تنهضر وتنضحك، نتوما تتخرجوا تتمشيو للراعي، الراعي ترعاو حيت هما اش اللي تيديروا اصلا. لاخوتي نوضوا الصباح تخرجوا دوك الماشيه اللي كاينين عندهم وتبداو ترعاو في هذيك الارض الصحراويه، تبداو ترعاو وتبداو تقلبوا على العشب وما ياكلوا هذوك الخرفه، ما تيجيو حتى تتقرب تغرب الشمس، داك الشيء اللي تيديروا. هاد المره قالوا لباهم بنا نديو معنا يوسف، قالوا لي راه هو اللي كبير شي شويه 10 سنين هو مع من تنتوانس وتنهضر، يعني الا مشى غادي نبقى انايا بوحدي وهي ساكت يعني في حزن وكآبه. هذا العذر الاول، قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به. العذر الثاني قال لهم وراه خفت عليه لياكل الديب وانتم عنه غافلون، لا انتم تمشيو لشي بلاصه ويجي الذئب وياكلوا وانتم عنه غافلون. اش قالوا ليه؟ تحاولوا انهم يقنعوه، قالوا ليه قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه، الى حنايا جماعه، عصبه بمعنى جماعه، حنا مجموعه جماعه، ويجي الذئب ويخطفوا من بيناتنا كي دار ليها، ما يمكنش، ما كاينش الحجر ما كاينش العصي، نضربوه حنايا هاد الذئب بالعصي نضربوه بالحجر ما يمكنش. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه ان اذا لخاسرون، حنا اللي عاد نكونوا خاسرين، اللي عاد نكونوا ضايعين. علاش؟ حيت قدر الذئب يجي ويخطفوا من بيناتنا، ما يمكنش، إن إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به، بمعنى داو معهم يوسف عليه السلام، فلما ذهبوا به وأجمعوا بمعنى اتفقوا أن يجعلوه في غيابات الجب، يجعلوه في الظلمات ديال الجب ديال البئر، أرماوه، أرماو يوسف عليه السلام، ضربوه ورماوه في البئر. هنايا الله سبحانه وتعالى بدا توحي
ليوسف عليه السلام. هنا الله سبحانه وتعالى ارسل جبريل عليه السلام ليوسف عليه السلام، وقال له جبريل عليه السلام، قال لي يوسف، قال له لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال له مستقبلا عادي تبدا تتهضر معاهم وتقول لهم واش عقلتوا واحد خوكم راه هدرتوا ليه وهالي ودرتوا ليه وهالي، وهم عنه غافلون وهم لا يشعرون، بمعنى انتما ما عادش تكونوا، ما عادش يعرفوك يا يوسف انك انت راه خوهم. واوحينا اليه لتنبئنهم مستقبلا بامرهم هذا، هادشي اللي داروا لك، وهم لا يشعرون، وهم لا يعرفون. اذا وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى، كيف تلاحظوا قول الله سبحانه وتعالى، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، جاوا لعند باهم وبداو تقدموا مجموعه ديال الحجج، مجموعه ديال البراهين باش ياكدوا على ان الذئب راه كلا يوسف عليه السلام، وراه تعطى في واحد الامتحان الجهوي، قالوا لهم كتبوا لنا الحجج اللي قدمها الاخوه لاقناع الاب بان الذئب قد اكل يوسف عليه السلام. اذا نقرا لكم ونشرح لكم، وفي نفس الوقت تنشوفوا الحجج، علاش اللي الحجج اللي قدموها الاخوه باش يقنعوا باهم، والامور اللي خلات يعقوب عليه السلام ما يصدقهمش. اذا تقول لنا الله سبحانه وتعالى وجاءوا اباهم عشاء يبكون، اذا ها الاولى اول حاجه جاءوا اباهم عشاء، هما فين تيجيو قبل ما تغيب الشمس، هاد المره جاوا معطلين، علاش؟ قال لك ما عندهمش الوجه اللي يتلاقاو به مع باهم، ابابانا راه ما لقينا، ما عندناش الوجه اللي نتلاقاو معاك، داكشي علاش اللي تعطلنا ما جينا حتى المغرب. وكاين معنى اخر اللي هو جاءوا اباهم عشاء ان يبكون باش يخفيو الاثار ديال الكذب ديالهم اللي كان في وجههم، حيت عادي بداو تيبكيو وباش يبانوا بين المراه ومراه تيبكيو، زعما كان حقيقه ماشي تتظاهروا بالبكاء، ماشي تتباكاو، جاو في الليل باش الظلام تدرق ليهم الملامح ديال وجههم ما يبانوش انهم راه يتصنعوا البكاء. جاءوا اباهم عشاء، اذا هذا حجه، ويبكون هذه حجه ثانيه داروها باش يقنعوا باهم، جاءوا اباهم عشاء يبكون، قالوا يا ابانا، هنايا تخبروه تيقولوا ليه، قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق، مشينا تنتسابقوا. تتسابقوا اش تيديروا؟ جوج ديال الطرق، تتسابقوا تبداو تتسابقوا كاملين وتشوفوا شكون اللي عادي يسبق الجري، ونتسابق عندها معنى اخر اننا تنرميو الرمح او لا تنرميو النبله ديالنا، السهم تنرميو النبله ديالنا وتشوفوا شكون اللي بيرمي ابعد مسافه، هذه هي عندهم يتسابقون. ان قالوا ان يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، هنا منين قالوا ليه وتركنا يوسف عند متاعنا، قالوا ليه، قال لهم باهم واش انا صفت معكم، اتفقنا على انكم انتم تحافظوا عليه ولا هو اللي بيحافظ لكم على المتاع ديالكم، ارى انتم اللي بتحافظوا عليه ماشي هو اللي بيحافظ لكم على المتاع ديالكم. وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، اكله الذئب، وباش يحاولوا انهم يقنعوه قالوا ليه وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وقالوا ليه حنا عارفين انك انت كاع ما عاد تصدقنا، كاع ما عاد تصدقنا، واخا حتى حنا راه صادقين في هذا الشيء اللي تنقولوا لك، اذا هذه حجه اخرى قالوها ليه، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، حجه اخرى باش يقنعوه، وجاءوا على قميصه بدم كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال ما صدقهمش كاع، قال يعقوب عليه السلام، قال بل سولت لكم انفسكم امرا، سولت بمعنى وسوست وزينت لكم انفسكم ان تعملوا شيئا في اخيكم يوسف عليه السلام، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على هذا الشيء اللي تتقولوا لي، اللي تتوصفوا لي هذه المصيبه، اللي تتوصفوا لي، الله يعاونني على هذه المصيبه، الله المستعان على ما تصفون. وجاءت سياره، بمعنى الغد ليه مشاو الاخوه
مشاو الإخوة ولقاو أن واحد ساقي جبد يوسف عليه السلام من البير. قبل ما نكمل لكم هذه نرجع لكم ونذكر لكم علاش اللي الأب ما تقتنعش، ما تقتنعش الأسباب، منها أنهم جاوا بنفس السبب اللي هو قال لهم، يعني اللي كل ما قال لهم وأخاف أن يأكله الذئب، ما عادش يجيو يقولوا ليه فأكله الذئب، يعني اللي كل ما عطى لهم هو هذيك الكذبة اللي كل راه كاع ما يكذبوا، ما يلقاو ما يقولوا، ما عارفين ما يقولوا، داكشي علاش ما صدقهمش، نفس العذر اللي هو قال لهم هو اللي جاوا قالوا ليه. اش اخر علاش ما صدقوش، ما صدقهمش حيت هما القميص اللي جابوه ديال يوسف عليه السلام ما مقطعش، ما فيه حتى شرقه، كيف دار هاد الديب تاكل هاد يوسف عليه السلام وما والقميص خلاه مقاد، الله اعلم. اش اخر القميص فيه دم من برا ماشي من الداخل، هو راه منين الانسان تتصاب بشي جرح راه خص يكون الداخل فيه الدم اكثر من برا، هما فيه الدم غير من برا، علاش؟ حيت هما منين صيدوا ذاك الحيوان اللي صيدوه هزوا الدم، يعني دا من كاذبين هو راه دم ولكن ماشي ديال يوسف، داكشي علاش تنقولوا كاذب، لطخوه على القميص من برا، منين تتدير ليه بحال هكا من الداخل باش تشوف تتلقى انه من الداخل ما فيش الدم، كاين من برا. ايوا كيفاش؟ والدم راه تيجي من الجسم، من الداخل ديال الجسم. داكشي علاش اللي ما صدقهمش، داكشي علاش ما صدقهمش وقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة، جات واحد السيارة، واحد القافلة، هو يصيفطو داك المسؤول على توفير الماء القافلة، اش تيسميو؟ تيسميو بالساقي. صيفطو قالوا ليه سير بدات توفر لنا الماء القافلة. هذاك الساقي من مشى للبئر تيجر الحبل تيجيه ثقيل، تيجر، هو يبان ليه الطفل اللي هو يوسف عليه السلام، هو يفرح به، فرح به حيت بيجعلوا بضاعة بيبيعوا من بعد. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، الوارد هو الرجل المسؤول عن توفير الماء للقافلة، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، دلى دلوه جر، قال يا بشرايا يا فرحتي يا بشرايا هذا غلام، وأصروه بضاعة، بمعنى خباه بحال شي بضاعة، يعني بيمشي بيبيعو، وأصروه أخفوه، أصروه بمعنى أخفوه بضاعة، والله عليم بما يعملون. الله سبحانه وتعالى عارفهم داكشي اللي تيديروا. ايوا علاش اللي ما منعهمش الله سبحانه وتعالى؟ ما منعهمش حيت هما باغيين، حيت الله سبحانه وتعالى باغيهم نيت يدوه لمصر. وعلاش بيدوه لمصر؟ حيت بيفكهم من واحد الكرب، واحد المشكله كبيره اللي هي مشكله ديال الجفاف وديال الطعام، ما كان ما ياكل. وأصروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس، شروه هنا يأتي يعني البيع، هنا حيت شرى من الألفاظ المتضادة اللي فيها المعنى والضد ديالو، يعني هذاك الساقي شراه والإخوة باعوه، يعني مثلا تنقولوا راه كاين هنايا دروك راه تنبيع وتنشري، ممكن أنك تقول راه تنشري بمعنى البيع والشراء. وشروه بثمن بخس، بخس بمعنى دراهم قليلة، بخس بمعنى قليلة، شرى هذاك الساقي بثمن بخس دراهم معدودة، معدودة على رؤوس الأصابع، قليلة معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، بمعنى الإخوة بغي يزهدوا في الأخ ديالو، الزاهدين بمعنى التاركين والمتخلين. من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر.
من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدربا وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربا وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.